مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الاتفاقية العراقية الصينية. جاء توقيع الاتفاقية العراقية الصينية في العام 2019 متزامناً مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وإنهاء فوضى السلاح، والتي وجدت القوى السياسية فيها سبباً إضافياً للخلاف الذي سرعان ما امتد إلى الأوساط الشعبية التي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض ومرتاب من هذه الاتفاقية، وذلك لعدم وضوحها وشرح تفاصيلها. تغتنم الشركات الصينية الفرصة لتثبيت قدمها خاصة في حقول نفط الجنوب، بينما انسحبت بعض الشركات النفطية الغربية الكبرى بعد إعادة تقييم وضعها. وخلال الأعوام الماضية غادرت شركات نفطية عملاقة العراق فعليا كشركة إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم وشيل، التي انسحبت من حقول نفط البصرة بسبب الابتزاز، لتحل محلها شركات صينية اشترت أسهمها. وكالة أمريكية متخصصة بالشؤون النفطية وصفت الصفقة بأنها أحدث مثال على سياسة القروض الصينية من خلال شركات ومصارف تسيطر عليها بكين مقابل السداد بالنفط، خاصة وأنها اتفاقية مؤقتة وغير دائمة. كما وحذرت من هذه السياسة التي بمقتضاها تسيطر بكين على بعض مقدرات وأصول الدول المقترضة عند عجز الحكومات عن الإيفاء بالتزاماتها الموثقة، كما حدث مع دول مثل سريلانكا وباكستان ومؤخرا لاوس، التي ستسلم الحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية التابعة لها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء، وذلك بسبب إخفاقها في سداد الديون المتراكمة عليها. الفريق المعارض اعتبر الاتفاقية بشكلها المعلن رهنا لنفط العراق لدولة يحفل سجلها بتوريط الدول الفقيرة أو التي تعيش في ظل أنظمة فاسدة فيما يعرف بفخ الديون الصينية، تحت غطاء اتفاقيات التعاون والتي انتهت بها إلى رهن ثرواتها النفطية للصين، مثل ما حدث مع أوغندا، أو فقدان الجزء الأكبر من ملكية المنشآت. وأشهر مثال على ذلك ميناء غوادر في باكستان، وميناء مومباسا في كينيا، وميناء هامبانتوتا في سريلانكا، وميناء دوراليا في جيبوتي. أما الفريق المؤيد فيعتبر الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات في النصف الثاني من عمر الدولة العراقية الحديثة، ورافعة مهمة للنهوض بالواقع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية بعد عقود من الحروب المتتالية، وإنها فاعلة من ناحية استبدال العائدات بالمشاريع لمدة 20 عاما، ما سينهض بالبنى التحتية للعراق.